بسم الله الرحمن الرحيم. من التطبيقات المهمة لموضوع الفورس فايبريشن أو الاهتزاز القسري هو موضوع الروتيتنج امبالانس أو معناه اللا اتزان الدوراني. ألاحظ هنا عندي ماكينة، الماكينة أمثلها بكتلة مقدارها ان كابيتال. الان كابيتال تمثل الكتلة الكلية للماكينة، بحيث الان كابيتال هي التوتال ماس. وهناك أيضا شفت في الماكينة، هذا الشفت موجود بكتلة مقدارها ام سمول. هذه الام سمول هي كتلة لا مركزية اسميها اكسنتريك ماس، نتيجة دوران الشفت باوميجا وابتعاد الام سمول بمسافة اي عن المركز راح تتولد قوة طرد مركزي سنترفيوغال فورس. هذه السنترفيوغال فورس هي اللي راح تسوي لي امبالانس. بالنتيجة السنترفيوغال فورس هي قوة خارجية مؤثرة على الماكينة تسبب لي اهتزاز الماكينة. فإذا أجي أريد أحلل النظام فأخذ مجموع القوى يساوي الكتلة في التعجيل، طالما أنه هذه الكتلة القوة F of T تسبب حركة النظام باتجاه X فقط، فإذا سيجما F تساوي M X double dot. أرتب معادلتي بعد أن أجري الفري بودي دايجرام، بحيث القوة اللي ردود الأفعال اللي مع الحركة تكون موجبة، عكس اتجاه الحركة تكون سالبة. هذا اللي بعد المساواة راح يمثل لي هذا اللي هو الكتلة في نصف القطر، الكتلة الأم سمول في الإي نصف القطر في مربع السرعة الدورانية الأوميجا هي سبيد أوف روتيشن. هذا يمثل لي قوة الطرد المركزي مضروبة بالساين أوميجا تي، لأنه قيمها راح أخذها فقط اللي تسبب لي اهتزاز بالاتجاه إكس. فإذا هذه الأم إي أوميجا سكوير هي قوة الطرد المركزي مضروبة بالساين أوميجا تي. هذه شو تمثل؟ تمثل الأف أوف تي، هذه هي الأف أوف تي. إذا أراد مني الستيدي ستيت أمبليتيود، فلهذه المعادلة الستيدي ستيت أمبليتيود راح شو تكون؟ F نوت على K تحت الجذر 1 ماينس R تربيع الكل تربيع زائد 2 زيتا R الكل تربيع. طيب الـ F نوت شو تمثل؟ الـ F نوت تمثل أعلى قيمة للقوة F of T، بمعنى هي الـ ME أوميجا سكوير، هذه هي تمثل F نوت ME أوميجا سكوير مقسومة على الـ K. أقدر أكتبها بصيغة أخرى؟ ممكن إذا عوضت عن قيمة كي، قيمة كي شو تمثل؟ قيمة كي أنا أعرف الناتشرال فريكونسي شو يساوي الناتشرال فريكونسي؟ يساوي تحت الجذر كي على أم كابيتال، الاستفنس على الكتلة الكلية للماكينة. هذا معناه أنه الكي شو تساوي؟ الكي تساوي أم كابيتال مضروبة بالناتشرال فريكونسي تربيع. هسه إذا عوضت هنا قيمة كي هي أم كابيتال في الأوميجا أن تربيع، إيش راح تكون؟ إكس كابيتال شو تساوي؟ راح تساوي أم سمول في الإي مقسومة على أم كابيتال، مقسومة على أم كابيتال في آر تربيع. ليش؟ لأن الآر شو تمثل لي الآر؟ الآر تمثل أوميجا على أوميجا N، بمعنى هي النسبة بين التردد الخارجي، تردد يعني speed of rotation، هنا التردد مال الماكينة الخارجية أو مال القوة الخارجية هو شنو؟ سرعة دوران الماكينة، مقسوم على التردد الطبيعي بالنسبة للسبرينج ماس سيستم هو تحت الجذر كي على N، كي على N، فتكون الآر هي الأوميجا على أوميجا N على تحت الجذر 1 ماينس R تربيع الكل تربيع زائدا 2 زيتا R الكل تربيع. هذه أيضا علاقة أخرى، أيضا علاقة أخرى للستيدي ستيت أمبليتيود الإكس كابيتال. شكرا جزيلا.